بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا مقلب القلوب يا الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا الإيمان الكامل، وارزقنا العلم النافع، وارزقنا العمل المخلص، ووفقنا للقبول وأسباب القبول يا رب العالمين، من الأقوال والأفعال والاعتقادات يا أرحم الراحمين. وأحينا مسلمين مؤمنين محسنين، وتوفنا على أكمل حال يا رب العالمين من الإيمان والإسلام والإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم اختر لنا أكمل حالاتنا وتوفنا عليها يا رب العالمين، واقبضنا عليها يا أرحم الراحمين، وألحقنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على خير حال، وأمدنا بمدده في الدنيا والبرزخ والآخرة يا رب العالمين. وبارك لنا في أنفسنا وفي عافيتنا وفي ذرياتنا وفي مشايخنا وجيراننا وأقاربنا ووالدينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، واملأ قلوبنا محبة لأمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورحمة عامة لكل من في الأرض يا رب العالمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا وفي مهنتنا وما أقمتنا فيه يا رب العالمين. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وقنعنا بما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه. اللهم خذنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا. اللهم يا أرحم الراحمين، كلنا بما كنت به لأوليائك. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. واجز عنا إمامنا الإمام الشافعي وتلامذته وكل من انتفع بعلمه خير الجزاء يا رب العالمين، وألحقنا بهم على خير حال. اليوم الجزء الأخير من كتاب أو باب أو فصل في أحكام الإقرار. فصل في أحكام الإقرار تكلمنا فيه في ثلاث جلسات سابقة، ووقفنا على قوله ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. يقول في الهامش: ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه. فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضرة. وكلمة كثير ما كانش ليها لازم، أي كلام أجنبي ولو قليل يضر. أو كلام أجنبي،
تبقى ماشية حلو، أحسن ما يقول كثير، لأن كده يتوهم بأن القليل لا يضر، لكن هو القليل أيضا يضر طالما أجنبي ضر. أما السكوت اليسير كسكت التنفس فلا يضر. ويشترط أيضا في الاستثناء ألا يستغرق المستثنى منه، يعني لما يقول له لك في ذمتي علي 100 إلا 50 يبقى خلاص، يبقى يثبت في حقه 50. طب قال له لك علي 100، استغفر الله، إلا 50، حط استغفر الله. استغفر الله في العادة في العرف الواحد بيقولها لما يكون ناسي عايز يفتكر، فدي ما تضرش، كأنه هو نسي إلا إيه، فبيستغفر عشان يفتكر، فقال إلا 50 تمشي. إنما لو قال مثلا لك علي 100، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، إلا 50 ضر، لأنه هنا فصل بكلام أجنبي، وإن كان كلام حلو وذكر الله وكله كويس لكنه يضر، يضر في الاستثناء، واخد بالك؟ فلازم يقر من أول وجديد بقى، يقولها على بعضها. طب افرض مثلا قال له لك علي 100، أقصي الحمد لله، إلا 50 ضر ضر، لأنه هنا حمد ربنا وقاعد يبلع ريق وبتاع، فاهم؟ لكن لو قال له مثلا لك علي 100 وبعدين شرق كده وكح كحتين قال له إلا 50 تمشي، لأن هنا هي مسألة تنفس بقى، واضح؟ يبقى كل الحاجات دي بيراعيها الفقهاء عشان بيثبتوا بيها الحقوق. أما السكوت اليسير كسكت التنفس فلا يضر. ويشترط أيضا في الاستثناء ألا يستغرق المستثنى منه، وإلا يبقى تلاعب. أما يقول له لك علي 100 إلا 100، إيه التلاعب؟ 100 إلا 100 يعني ولا حاجة، يبقى ده ما ينفعش، يبقى المستثنى منه يستغرق، يعني المستثنى يستغرق المستثنى منه، ما ينفعش، يبقى ده كأنه يلغو، كأنه كلام لغو. فإن استغرقه نحو لزيد علي 10 إلا 10 ضر. ضر يعني إيه؟ يعني لا يعتد به إقرار، أدي معنى ضر. ضر هنا يعني إيه؟ لا يعتد به إقرار، وهو أي الإقرار في حال الصحة والمرض سواء. إحنا عندنا في الوصية ميزنا بين المرض المخوف والمرض غير المخوف، تصرفاته في الوصية في المرض المخوف أيام ما قرينا الوصية ليها نوع، في نوع من الحجر ما على المرض المخوف، كويس؟ لكن في الإقرار ما يفرقش معانا مرض أو في صحة أو في عافية، إقراره في الحالتين سواء، واضح؟ وهو أي الإقرار في حال الصحة والمرض سواء، يعني في الإلزام، حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمر لم يقدم الإقرار الأول ونقول ده في حال العافية نقدمه على حال المرض، لا، وحينئذ فيقسم المقر به بينهما بالسوية. افرض هو مش شيء لم يترك وفاء للدينين، نقوم نعمل ايه؟ نقسم بينهم ما تركه بالسوية بنسبة الدين كل واحد، بنسبة الدين كل واحد، واضح؟ ده تقريبا اخر جزء في الاقرار، هنقرأ كلام الشيخ البيجوري عليه النار. بيقول ايه بقى الشيخ البيجوري في الحاشية؟ قول ويصح الاستثناء وهو مأخوذ من الثاني. كلمة الاستثناء دي مأخوذة منين بقى؟ من حيث اللغة، الثانية، وهو لغة العطف، تقول ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. إحنا نقول إيه؟ إثني الحبل، باللغة المصريين إثني الحبل، يعني إثني الحبل يعني اعطفوا على بعض، يعني خد بالك، أو إثني مثلا إيه اللحاف، معناه إيه؟ طبقوا على بعض. يبقى الثاني الاستثناء جاي من الثاني وهو العطف، تعطف ده على ده، كويس؟ ده أول حاجة من حيث اللغة يعني. وقيل
وكلمة قيل دي ضعيفة شوية، كأن القول التاني ده ضعيف شوية. الصرف، الاستثناء بمعنى الصرف، يقال ثنى عنان الدابة إذا صرفها عن مقصده. يقول له انت هتثنيني عن عزمي، تثنيني عن عزمي يعني ايه؟ يعني تصرفني عما عزمت عليه، مش كده برضو؟ يبقى احيانا تكون بمعنى الصرف، واحيانا تكون بمعنى الايه؟ العطف. عرفا، طب والمعنى العرفي بقى المستعملة فيه؟ وعرفا الاخراج بإلا او احدى اخواتها. ادوات الاستثناء المشهورة في الاجرومية 8. الاجرومية دي تعتبر يعني زي ايه؟ زي الغاية والتقريب كده للاطفال يعني في النحو، كويس؟ والغاية والتقريب ده للاطفال في فقه الشافعية، عاملها اساسا اطفال تحفظها. والاجرومية عاملها الامام محمد بن اجروم لاطفال العرب في النحو، كويس؟ فنمشي على مستوى الاطفال، بلاش بقى نخش في ابن هشام وابن عقيل والتفاصيل الكتيرة اللي هي قد تنسي بعدها البعض. الاجرومية يقول لك ان الاستثناء، ادوات الاستثناء 8. لو فتحت بقى الحواشي وحواشي الحواشي ليه اكتر، خلينا احنا بس الـ8. حلو، احنا مش عارفين الـ8 اصلا، لما هنعرف الزيادة، كويس؟ فعلى اي حال نعرف، يبقى عندنا حتى زي ما تقول متن كده في النحو نبقى حافظينه، بعد كده لما نيجي نزود عليه، لكن نبقى حافظين ده. فلما يقول لك ادوات الاستثناء الا واخواتها، زي كان واخواتها، الا دي تعتبر هي الاداه العمده في حرف الاستثناء. الا، وعندنا غير من ادوات الاستثناء، وسوى، مش كده برضو؟ سوى بكسر السين، وسوى بضم السين، وسواء بالهمز كده، مش كده برضو؟ وعندنا خلا وعدا وحاش، ادي الـ8. شوف الشيخ ابن اجروم ده راجل علامة، اما يجيب لك الامثلة دي الـ8 دول يقصد معنى معين. الا حرف على طول، الا دي حرف على طول، انما غير وسوى وسوى وسواء اسماء على طول، وخلا وعدا وحاشا اما حروف او افعال، تحتمل الاثنين. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده يبقى ادوات الاستثناء اما حرف زي الا، او اسم زي غير وسوى وسوى وسواء، او حرف وفعل، احيانا تبقى فعل واحيانا تبقى حرف زي خلا وحاشا وعد. وعشان كده اللي يجي بعد خلا وعدا وحاشا لو اعتبرناها فعل يبقى منصوب على طول، مفعول به، كويس؟ ولو اعتبرناها حرف يبقى مجرور على طول. يبقى كل اللي يجي بعد خلا وعدا وحاشا يجوز فيه الوجهين، اجر واعتبرها حرف، وانصب واعتبرها فعل، إلا لو دخل عليها ما لا تدخل إلا على الفعل، فيبقى ما ينفعش فيها إلا النصب. تقول ما خلا فلانا، فهمت إزاي؟ يبقى لازم أنصب، لأن حطيت ما ينفعش أعتبرها هنا حرف ده، لأن ما لا تدخل على الحروف، كويس؟ كده إحنا خلصنا أدوات الاستثناء بالمرة، يعني نعرفها كده. الاستثناء من حيث المعنى بقى نوعين، يعني من حيث الأداة عرفناه، طب ومن حيث المعنى نوعين، استثناء متصل واستثناء منفصل. المتصل اللي هو المستثنى منه من نوع المستثنى، أقول مثلا إيه؟ حضر التلاميذ إلا محمد، يعني محمد ده تلميذ، يبقى ده من جنسه. أنا أما أقول حضر التلاميذ إلا حمار، طب والحمار ده تلميذ، يبقى ده مش من جنسهم، يبقى ده استثناء منقطع. فهمت ازاي؟ يبقى لو كان المستثنى منه من جنس المستثنى يبقى سميه استثناء ايه؟ متصل. واذا كان المستثنى منه من غير جنس ايه؟ او من نوع، من غير نوعه، حتى ممكن يبقى من نفس جنسه لكن نوع تاني،
أو حضر المسلمون جميعا إلا أبو جهل. طب أبو جهل مسلم؟ فهمت إزاي؟ يبقى ده منقطع، مع إن ده إنسان وده إنسان بس اختلفوا في الصفة، يبقى برضه استثناء منقطع. زي ما ربنا بيقول إيه؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب والتجارة أكل بالباطل؟ بحلال التجارة. فبيقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويستثنى التجارة من الباطل، يعني هي من جنس الباطل؟ لا، ده نوع تاني حلال، يبقى ده استثناء منقطع. استثناء منقطع. فهمت إزاي؟ أما يقول إيه؟ يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. الله، المرسلون دول بيظلموا؟ ده المرسلون دول معصومين. فهمت؟ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني إيه؟ غفور رحيم. يبقى لما يقول إلا من ظلم وأيل قبلها المرسلون، يبقى وانا عارف ان المرسلين جميعا معصومين من الظلم، يبقى ده استثناء منقطع. يبقى الا من ظلم من اتباع الرسل، لان اتباع الرسل مش معصوم. فهمت بقى؟ والا لو فهمت ان ده استثناء متصل هانكر عصمة الانبياء. فهمت ازاي؟ اقول ان الانبياء يجوز الظلم عليهم ازاي؟ بدليل قول الله عز وجل انه لا اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم. يبقى فهم القران غلط خالص. شفت بقى ان فهم اللغه العربيه مهم كاداه هامه لحسن فهم كلام الله عز وجل، والا هتنكر عصمه الانبياء. واضح؟ فهنا بقى هنتكلم على الاستثناء. وعرفا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما لولاه لا دخل في الكلام السابق حقيقة في الاستثناء المتصل، نحو له علي 10 إلا 5، أو حكما في المنقطع نحو له علي 1000 إلا ثوبا، 1000 يعني 1000 مثلا جنيه إلا ثوب، والثوب ده جنيه. فهمت إزاي؟ ده يبقى أيه؟ استثناء حكما مش حقيقي. ولا فرق في صحة استثناء بين تأخير المستثنى وتقديمه كما أطلقه المصنف، يعني يصح الاستثناء مطلقا. لما يقول له له علي إلا 15، ده بدأ بالمستثنى منه، يمشي. فهمت ازاي؟ له علي 10 إلا 5، بدأ بالمستثنى منه أو بدأ بالمستثنى، في الاثنين سواء، يصح. واضح؟ ولا فرق في صحة الاستثناء بين تأخير المستثنى وتقديمه كما أطلقه المصنف، فلو قال له علي إلا 10 100 صح. ولا فرق أيضا بين الإثبات والنفي، فلو قال ليس له علي شيء إلا 10 لزمه 10، ولو قال ليس له علي 10 إلا 5 لم يلزمه شيء. أما يقول ليس له، افهم المثال ده، لما يقول له ليس له علي 10 إلا 5، طب 10 إلا 5 يعني إيه؟ يعني 5، مش كده برضه؟ وحط ليس، يبقى ليس له علي 5، يبقى ليس له علي شيء. فهمت بقى الحكاية؟ فهمتها؟ عشان هنا في ليس. ولو قال ليس له علي 10 إلا 5 لم يلزمه شيء، لأن 10 إلا 5 عبارة عن 5، فكأنه قال ليس له علي 5، ويصح الاستثناء من معين. كويس؟ كقوله هذه الدار. المعين يعني إيه؟ يعني حاجة تراها العين، يعني مش معدود. معين يعني زي دار، زي أرض، عقار، ثوب، سيارة، حمار، حيوان، عبد، امرأة. يقعد مع امراته الاربعة، زوجاته الاربعة، يقول لهم ايه؟
كلكم على ذمتي إلا واحدة طلقتها. يبقى هنا بيستثنى من معين يصح، بس هو عليه تعيين مين اللي طلقها. يقولوا طب انت طلقت مين؟ يقول فلانة. خلاص هي اللي طلقت. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ممكن يستثنى من معين، ويصح الاستثناء من معين كقوله هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، لأن الدار عبارة عن مجموعة بيوت في إيه، في سور واحد، زي كأن شقق في عمارة واحدة. يبقى العمارة كأنها دار، والعمارة اللي فيها شقق كتير. أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا، ويحلف في بيان الواحد علشان يبين بقى مين الواحد ده، ما هو عبيد كتير، نقوم نحلفه. قول ايه؟ يقول فلان. نقول له طب احلف انك انت تقصد فلان. يحلف عشان نصدقه، عشان نخليه يقر على ما هو. حتى لو ماتوا الا واحدا وزعم انه المستثنى صدق بيمينه، لانه اعرب بمراده. واذا تكرر الاستثناء بعطف فالكل من الاول. امثله بقى كلها عقليه كده رياضيه، عايز بقى ايه يعلمك انك تشغل مخك، لان ميزة الفقه ان هو بيحاول يديك تدريب عقلي في ايه، في تشغيل مخك. فبيقول ايه، واذا تكرر الاستثناء بعطف فالكل من الاول، نحو علي 10 الا 3 والا 4. اما يقول ايه له علي 10 الا 3 و بالعطف اهو، والا 4، تقوم تجمع التلاتة والأربعة 7، يبقى ليه، وتخصمهم العشرة، يبقى ليه 3. كويس. فكل المستثنى 7 ويلزمه 3. طب لو بغير عطف بقى، أو بغير عطف، فكل واحد مستثنى مما قبله بالترتيب كده. فلو قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1، ده لخبطها. فهمت بقى نعمل ايه؟ مش عاطف هنا، ما قالش أداة عطف. كويس. لزمه 5. شوف ازاي اما يقول ايه، له علي 10 الا 9 الا 8 الا 7 الا 6 الا 5 الا 4 الا 3 الا 2 الا 1، نيجي في الاخر 1، نروح خصمينه من اللي قبله 2، يتبقى 1. مش كده برضو؟ طيب والواحد نخصمه من اللي قبله 3 بقى 2، والاثنين نخصمه من اللي قبله 4 يبقى 2، نخصم الاثنين من اللي قبله 5 يبقى 3، نخصم من اللي قبلها 6 يبقى 3، نخصم من اللي قبلها 7 يبقى 4، نخصم من اللي قبلها 8 يبقى برضه 4، نخصم من اللي قبلها 9 يبقى 5، اروح خاصمها من 10 يبقى لي 5. فهمت بقى؟ فهمت القصه؟ ممكن بطريقه اسهل تاخد الفردي تخصمه من ايه، من الفردي بس عشان تاثر عليك السكه، واحد تخصمه من الثلاثه، واللي يطلع تخصمه من الخمسه، واللي يطلع تخصمه من السبعه، واللي يطلع تخصمه من التسعه، والباقي تخصمه من العشره، توصل لنفس النتيجه برضه. يبقى المسلمين الفقهاء لازم يكون عنده عقليه رياضيه في القضاء بين الناس في المعاملات الماليه، مش يقول له اصل دي ما خدتهاش، ايه ما خدتهاش دي؟ فهمت؟ يبقى عنده، وعشان كده كانوا بيدرسوا الرياضه والجبر، بل هم اللي وضعوا اسس علم الرياضه والفلك والحساب والحاجات دي كلها، المسلمين اصلا الاوائل هم اللي عملوا كده، لان دينهم بيفرض عليهم تعليم هذا في المواريث، في علم الفرائض، وفي علوم كثيره متعلقه بالنزاع بين الناس في الاسواق والمعاملات الماليه، وفي قياس مساحات الاراضي بالزرع والهكتارات والحاجات دي كلها. اما نيجي نتنازع، انا اشتريت منك مثلا 1000 متر وده اشترى مني 500، جينا نقيسهم لقيناهم اقل او ازيد، يبقى لازم عندنا مقاييس وعندنا مكاييل وعندنا موازين. كل الحاجات دي موجوده في ايه؟ في المسلمين قبل ما الناس التانيه كانت تعرف اي حاجه في اي حاجه اصلا. كانوا عايشين كده في ايه؟ في عصور الظلام. فلو قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1،
لزمه خمسة، وطريق معرفة ذلك أن تخرج المستثنى الأخير مما قبله، ثم تخرج ما بقي منه مما قبله، وهكذا. خلاص هو شرحه لك زي ما أنا شرحته، وما بقي من الخمسة وهكذا، مقتصرا على الأوتار، وممكن تأخذ الأوتار بس، كويس؟ وهذا أسهل من الأول ومحصل للمطلوب. ولك طريق أخرى، وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، فالمعنى له علي عشرة تلزم، إلا تسعة لا تلزم، إلا ثمانية تلزم، وهكذا. فتجمع الأعداد المثبتة وكذلك الأعداد المنفية، هتلاقي المثبت يطلع في الآخر حوالي 30، والمنفي حوالي 25، يطلع في الآخر برضو ليه عليه خمسة. يعني جاب لك هنا حوالي ثلاث طرق أهو لحساب مسألة حسابية بس، حلها بكذا طريقة، كويس؟ يبقى دي عقليات خلاقة، فهم الرياضة ازاي وحس بالأرقام. الإحساس بالأرقام ده على فكرة حاجة، يعني موهبة تانية، يعني موهبة تانية. في ناس تلاقي عندهم إحساس بالأرقام كده، يعني بموهبة كده من الله. ثم تسقط مجموع المنفية من مجموع المثبتة المثبتة، فالأعداد المثبتة في المثال المذكور 30 والمنفية 25، فإذا أسقطت المجموع من المجموع بقي 5 وهي المقر به. في الإقرار يقول ويصح الاستثناء في الإقرار، أي وغيره، كالطلاق. زي ما قلت لك في الطلاق، ما يقول لهم إيه، كلكم على ذمتي إلا واحدة، يصح الاستثناء في الطلاق هنا. وإنما خص الإقرار بالذكر لكون الكلام فيه، أما بيتكلم في الإقرار في فصل الإقرار يوم يقول الإقرار بس، يصح الاستثناء في الإقرار عشان في باب الإقرار. لكن لو في باب الطلاق هيقول لك وفي الطلاق، في باب البيع والشراء وفي البيع والشراء، بعتك هذه السيارات إلا دي، ينفع في البيع والشراء برضه، وهكذا. ولذلك قال المحشي هو تخصيص للمقام، وإلا فهو صحيح في غير من الأحكام اللي هو الاستثناء. يعني قوله إذا وصله به، يعني لازم الاستثناء المستثنى منه يكون موصول بالمستثنى، أو المستثنى موصول بالمستثنى منه، سواء بدأ بإيه، المهم يبقى فيه موصولين ببعض. يبقى أول شرط إذا وصله به، أي بقى في الحاشية، والشرط الثاني وتلفظ به، والشرط الثالث وأسمع به نفسه، والشرط الرابع ونوى قبل فراغه من المستثنى منه، والخامس ولم يستغرق. فالشروط خمسة، فهمت؟ يبقى جمع لك هنا خمس شروط. الكتاب لما تقراه لوحدك تحس انه طلاسم، لكن لما تقراه على الشيخ تلاقيه سهل. فهمت ازاي؟ اهو سهل اهو، مش لقيته سهل؟ سهل. يبقى اذا وصله به ادي واحد، أي وتلفظ به نمرة اثنين، وأسمع به نفسه نمرة ثلاثة، ونواه قبل فراغه دي نمرة أربعة من المستثنى منه يعني، ولم يستغرق. لم يستغرق يعني ما يقولش عشرة إلا عشرة، طب ما هو ده استغرق كل المستثنى منه، يبقى ما ينفعش، يبقى لازم ما يستغرقش كل المستثنى عشان يتبقى له حاجة ياخدها. فالشروط خمسة، إذا فقد واحد منها لم ينفع الاستثناء. ذكر المصنف واحدا اللي هو إذا وصله به، واقتصر عليه لأن فيه خلافا، فالجمهور على اشتراطه، خلافا لابن عباس رضي الله عنهم. سيدنا علي بن عباس في الاستثناء يقول لك حتى لو استثنى بعد يومين ما يجرش حاجة، ممكن يكون كان ناسي يا أخي وافتكر، مش في احتمال ليك عليا مية وبعدين روح بيته ونام كده وبعد يومين افتكر ان هو ده مش مية ولا حاجة، ده انا كنت عايز اخد منه 50، يبقى اما خصم دي من دي، ويبقى اقول له الا 50، فممكن افتكر بعد عدة ايام، خصوصا معاملات الناس بتبقى ساعات كتيرة، واحيانا عقلية الانسان تكون مزدحمة، واخد بالك بالاحداث، يوم اما يجي كده يروق مرة وهو نايم كده يفتكر، فيوم اما يجي بعد يومين يروح للقاضي يقول الا 50 يقبلها على مذهب سيدنا عبد بن عباس. بقية الجمهور قال لك لا، ما يجيش يقر الا لما يبقى مراجع نفسه كويس، انما ما يبقاش في تلاعب، والا هيبقى في تلاعب، لان لما الناس كترت والقضايا كترت والقضاة انشغلوا، فما ينفعش بقى
تبقى الحكايه تبقى فيها هذا الامر، يجي يقر النهارده ويجي له بعد 3 ايام يقول له الا مش عارف ايه، وانا فاكرك يا ابني انت جيت من 3، انا شفت 100 قضيه من ساعه ما شفتك. فما ينفعش. يبقى ايام ما كانت الناس رايقه وعدد الناس المتخصمين بيبقى قليل، ايام سيدنا عبد الله بن عباس، والامانه منتشره واعتبار الكلمه مهم عند الناس، والوفاء بالعهد معمول بيه بين الناس، كان ممكن تاخد بمذهب سيدنا عبد الله بن عباس. انما دلوقتي ما ينفعش بقى. فالجمهور استقر امره بعد كده على ان لازم يبقوا موصولين، ما ينفعش يبقوا. وعشان كده هو ايه قال كده اذا وصلوا به ليه؟ عشان ينوه ان ده مذهب الجمهور، مش الشافعيه وبس، ده مذهب الجمهور. خلافا لمذهب بعض الصحابه، لان عصر الصحابه كان مختلف، لان الناس كانت مختلفه. انما الامانه رفعت دلوقتي، ما ينفعش ان انا احكم بين الناس زي ما كنت احكم بين الصحابه. دول ضلاليه مجرمين، هحكم بيهم زي الصحابه صديقين اولياء صالحين. ما تنفعش. فهمت بقى؟ فالجمهور على اشتراطه خلافا لابن عباس رضي الله عنهما فانه لا يشترط وصله به، وذكر الشارح واحدا وهو عدم الاستغراق كما سياتي. اي وصل المقر، وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه. تفسير للضمائر الثلاثة التي في عبارة المصن، ففسر الضمير المرفوع المستتر للمقر. مش بيقول لك ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، وصله ضميره، ضمير وصله دي يعني إيه؟ المقر. وصل المقر به أي إيه؟ بالاستثناء. واخد بالك إزاي؟ والمنصوب بالاستثناء، والمجرور بالمستثنى منه، أي إذا وصله به، أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه. يبقى هو جاب لك الضمائر ووضحها لك في الشرح. فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي، بيان لمفهوم الشرط الذي ذكره المصنف، وسيأتي مفهوم الشرط الذي ذكره الشارح في كلامه، ولنذكر لك مفاهيم الشروط التي زدناها، وهي ما إذا لم يتلفظ به أو لم يسمع به نفسه أو لم ينوه قبل فراغ المستثنى منه فإنه لا ينفع الاستثناء كما تقدم. قول بينهما أي بين الاستثناء والمستثنى منه، وقول بسكوت أي طويل عرفا كما يدل عليه ذكر مقابله بقول أما السكوت اليسير إلى آخره، وكان الأولى التصريح بذلك. يبقى لازم السكوت ما يكونش سكوت طويل. طب وحدد طول ايه؟ العرف. العرف. وقوله او كلام كثير اجنبي، كان الاولى اسقاط لفظ كثير، لان اليسير يضر ايضا، فهو ليس بقيد. فالكلام الاجنبي يضر سواء كان قليلا او كثيرا. نعم لو قال له علي 1000 استغفر الله الا 100 صح كما في العدة والبيان، كما في العدة والبيان، بخلاف الحمد لله ونحوي، لأن الاستغفار يؤتى به عند التذكر عادة، فكأنه ليس بأجنبي. أنا رأيي بقى الوقت المثال بتاعنا لو صلى على النبي ما يضرش، لأن الناس الوقت العادة لما تنسى بتصلي على النبي عشان يفتكر. فهمت إزاي؟ مكان الاستغفار، الناس الوقت لما بتنسى حاجة يقول إيه؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صح؟ وبعدين يقول. يبقى لو ايه وصله بالصلاه على النبي بتحمل على معنى ايه؟ التذكر. يبقى ما يضرش. فهمت بقى؟ يبقى تغير العرف اهو. ايام الشيخ البيجوري كان لما ينسى حاجه يقول استغفر الله، لان تملي الذنوب هي التي تجعل الانسان عقله غير حاضر وغير منتبه. بتعمل الغفله، يعني الذنب يؤدي للغفله، والغفله يؤدي للنسيان. فيبقى علاج النسيان انك تستغفر الله. طب والصلاة على النبي؟ شفاعة بالنبي برضه علشان يشفع لك، يقوم ربنا يشيل ذنوبك تقوم تتذكر. فهمت ازاي؟ زي لا مؤاخذة. له علي 1000 لا مؤاخذة الا 50. في واحد كل كلامه لا مؤاخذة كل شوية كده. ها؟ فات لا مؤاخذة حمامة. يقول لك كده. ما ينفعش. هو يعني ايه؟ فإذا كانت دي عادته ما يضرش. بتعرفها انت من خلالك بقى كلامه كل شيء. اسمك ايه؟ لا مؤاخذه محمد.
لما مؤاخذه عبد الله. طب وايه مؤاخذتها؟ بس هي عاده بقى لازقه، لازمه كلامي يعني، فهم؟ قول ضر، ضر بالتثنيه هنا يعني السكوت والكلام، لانه بيتكلم على حاجتين تضر، الكلام لو فصلوا الكلام او سكوت يبقوا حاجتين. ضر اي السكوت بقيده السابق والكلام الاجنبي، وفي بعض النسخ ضر بصيغه الافراد اي احد الامرين المذكورين. قولوا اما السكوت اليسير اي عرفا، وهذا محترز القيد الملاحظ فيما سبق كما تقدم تقديره. زي قلت لك السكوت اليسير يعني مثلا ايه، كح، عطس، بلع ريقه، كل ده سكوت يسير. طلع المنديل نف وقعد يمسح ويعمل، بعدين قعد يحطه، بعدين لما حطه كده لا مش نظيف، قال لا راح رميه في الزباله، كل ده سكوت يسير. ماشي، فهمت؟ اما السكوت اليسير اي عرفا، وهذا محترز القيد الملاحظ فيما سبق كما تقدم تقديره. وقوله كسكتة تنفس اي اوعي اي تعب او تذكر للمستثنى او انقطاع صوت، صوته بح منه مثلا، انقطع صوته، كل دي ما يضرش. وقوله فلا يضر اي في صحة الاستثناء. قوله ويشترط ايضا اي كما يشترط الوصل السابق لكلام المصنف، وقوله ألا يستغرق المستثنى منه أي حقيقة وهو ظاهر أو تقديرا، كما لو قال له علي ألف إلا ثوبا وفسره بثوب قيمته ألف فهو من المستغرق. ما ينفعش يعني، ما ينفعش يستثنى ثوب بألف من ألف جنيه، واخد بالك؟ لأنه كده استغرقه. لكن الثوب لو كان بخمسمية وبيستثنيه من الألف يمشي، لأنه مش هيستغرق. قوله فإن استغرقه أي الاستثناء المستثنى منه، استغرقه يعني استغرق الاستثناء المستثنى منه. وقوله ضر أي لغى الاستثناء ولزمته العشرة ما لم يتبعه باستثناء آخر، كقوله له علي عشرة إلا عشرة إلا ثمانية فتلزمه الثمانية، لأن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه، ولا يجمع مفرق في استغراق لا في المستثنى ولا في المستثنى من ولا فيهما. علشان تعرف الاستغراق والحاجات دي، لأن إيه، في حاجات كده ما تجمعش مفرق، بحيث لما تيجي تجمع المفرق ده وتخصم منه المستثنى منه يستغرقه، ساعتها يبقى ما ينفعش تجمع هذا المفرق، سواء كان المفرق ده في المستثنى منه او في المستثنى، واضح؟ وسواء كان بالاثبات او بالنفي. فهمت بقى المساله؟ هيدي لك المثال على اي حال. ولا يجمع مفرق في استغراق لا في المستثنى ولا في المستثنى منه ولا فيهما. يبقى عندنا ثلاث امثله، المستثنى ولا المستثنى منه نمرة اتنين، ولا فيهما في النمرة تلاتة. فمثال الأول اللي هو ما يجمع مفرق في استغراق في المستثنى، مثال الأول نحو له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما، فيلزمه درهم لصحة استثناء الدرهمين واستغراق الدرهم. أما يقول له علي درهمين، له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين إلا درهما، لو جمعت إلا درهمين وإلا درهما بقوا ثلاثة، خصمتهم من الثلاثة استغرق، يبقى ما ينفعش. يبقى أنا إيه، ما أجمعش بقى الدرهمين والدرهم لأنها هتستغرق. طب أعمل إيه؟ أروح لاغي الأخير، لاغي الأخير اللي هو الدرهم، وأقول له علي إيه؟ درهم، ثلاثة دراهم إلا درهمين، يبقى باقي له درهم وخلاص. فهمت؟ والغي الاخير، لان الاخير لغيته ليه؟ لان لو جمعته يستغرق. واضح؟ فمثال الاول نحو له علي ثلاثه دراهم الا درهمين ودرهما، فيلزمه درهم لصحه استثناء الدرهمين واستغراق الدرهم، فيلغو فقط. ولو جمع المفرق في المستثنى لحصل الاستغراق في الجميع، فكانه قال له علي ثلاثه دراهم الا ثلاثه دراهم، فلا يجمع المفرق في المستثنى لأجل تحصيل الاستغراق في الجميع،
ومثال الثاني اللي هو ولا في المستثنى منه، ده الثاني نحو له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما، فيلزمه 3 دراهم لحصول الاستغراق في استثناء الدرهم من الدرهم الذي قبله. له علي، أما يقول له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهم، كويس؟ لو استثنيت الأول من الثاني والثاني من الثالث من الثالث هستغرق عليه في الآخر ما قالوش حاجة، فيقوم في الحالة دي ما ينفعش بقى. فيلزمه 3 دراهم بحصول الاستغراق في استثناء الدرهم من الدرهم الذي قبله، ولو جمع المفرق في المستثنى منه لن دفع الاستغراق، فكأنه قال له علي 3 دراهم إلا درهما. لما نقول له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما، يبقى كأنه بالضبط بيقول له علي 3 دراهم إلا درهما، يبقى كده ما فيش استغراق. فهمت؟ فلا يجمع المفرق في المستثنى منه لأجل رفع الاستغراق. ومثال الثالث اللي هو ولا فيهما، نحو له علي درهم ودرهمان إلا درهما ودرهمين، فالدرهم مستثنى من الدرهمين قبله، فيصح استثناء ويلغو استثناء الدرهمين بعده لحصول الاستغراق فيهما، لأنه بقي بعد استثناء الدرهم درهمان، فاستثناء الدرهمين منهما مستغرق، ولا يجمع المفرق فيهما لأجل تحصيل الاستغراق في الجميع، فكأنه قال له علي 3 دراهم إلا 3 دراهم، ولو جمع للزمه 3. هذا هو المثال الذي يترتب عليه فائدة في عدم الجمع. وأما تمثيل المحشي البرماوي في المسألة دي بقى كغيره، بنحو له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما، فلا فائدة فيه لحصول الاستغراق عند الجمع والتفريق، فيلزم 3 على كلتا الحالتين. فظهر من هذا أن في تعليليه مع تقدير مضاف، فالمعنى لأجل تحصيل الاستغراق أو لأجل دفعه، كويس؟ يبقى هو إيه؟ اعتبر أن المثال بتاع البرماوي مش موفي للمسألة في تفصيلتها، عشان كده هو، لأن كان لما كان بيشرح الشيخ البيجوري كان بيقرأ من حشية البرماوي ويعلق عليها، فهمت؟ لأن هو ما عادش الشيخ البيجوري يكتب الحشية دي، الشيخ البيجوري كان بيشرح حشية البرماوي في الأزهر على الطلبة، الطلبة بتكتب وراه، كويس؟ فبعد ما خلص الشرح كله ادوله التعليقات دي وقالوا له تحب نطبعها ككتاب، فراجعها وقال لهم اطبعوه، فهمت بقى المسألة؟ لكن هو ما قعدش كده يكتبها، لكن كان هو بيشرح لهم حشية البرماوي على ايه وبيعلق بقى، ساعات يوسع ويدي أمثلة أوسع، وساعات يعترض على البرماوي، وساعات يعدل وهكذا. ده في في الموظفين ده عقوبة بقى، لكن ده كده ما ممكن يضيع الشهر كله. ايوه، ما ده مش اقرار، ده عقوبة، بيعاقب الموظف اللي عنده عشان مطلع روحه بدل ما يرفده، كل يوم يقول له اعمل كذا ما يعملش، يقول له مخصوم لك يوم برضه ما فيش فايدة، طب مخصوم لك يومين، في الاخر لنفسه مخصوم له الشهر كله، ما هو اللي جايبه لنفسه، ده مش اقرار، دي عقوبة، عقوبة مالية، ما تلاقيهاش في باب الاقرار دي، نتلاقيها في باب العقوبة المالية، هل يجوز العقوبة المالية ولا لا يجوز؟ دي مسألة تانية، عشان بس ما تختلطش عليك ايه الأبواب. قول وهو أي الإقرار، أشار الشارح بتفسير الضمير بالإقرار إلى أنه راجع للإقرار لا للاستثناء كما هو ظاهر. وقول في حال الصحة أي حال هو الصحة. وقول والمرض أي ولو مخوفا، مرض مخوف يعني ايه؟ يعني مرض غالبا اللي بيمرضه بيموت، دخل العناية المركزة هيعمل عملية كبيرة خطيرة نسبة النجاح فيها نادرة، عمل حادثة ودخل أوضة العمليات قالوا احنا هنحاول ويمكن ما يطلعش منها، دي اسمها مرض مخوف، وهو على باب الأوضة قبل ما يبنجوه واخد بالك، أم قال ايه لفلان عليا مبلغ كذا، يبقى أقرت حال مرض مخوف، هل يؤخذ بهذا ولا لا يؤخذ به؟ يؤخذ في الإقرار واخد، لكن في الوصية لا، واضح؟ وفي الطلاق لا، يجي يطلق مراته في اللحظة دي، ده شكله كده عايز يضرها بقى عشان يحرمها من الميراث، طب هنورثها بقى، يقوم نعامله بإيه؟ بنقيض عزمه، ولو كانت طلقة بائنة، ولو كانت طلقة بائنة، طالما في مرض مخوف،
لكن لو مش في مرض مخوف عنده شوية زكام وطلقها طلقة بائنة، هو عنده زكام وهو بيعتص قلبه وقف مات، بس ده مش مرض مخوف، يقع الطلاق ولا ترثه، لأن دي طلقة بائنة، الطلقة التالتة يعني، مع إنها في العدة، بس عدة بينونة كبرى ما ترثوش، واضح؟ لكن لو في عدة بينونة صغرى ترثوا في كل حال، لأنه ممكن يرجح لأنها لسه مشغولة الذمة بيه، واضح؟ تيجي الحاجات دي في الطلاق إن شاء الله. وقبل الطلاق لازم ناخد النكاح، لأن إزاي هنطلق قبل ما نتجوز؟ مش نتجوز وبعدين بعد كده نطلق، حبة حبة، يبقى لازم إيه نعدي على باب النكاح الأول قبل ما نخش على باب الطلاق. إحنا مش عايزين نطلق يعني، الحمد لله. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. لكن الواحد ما يعرف الأحكام عشان يتجنبها بس. قوله في حال الصحة أي حال هو الصحة، قوله والمرض أي ولو مخوفا، وقوله سواء أسلم يقولك ولو مخوفا في الإقرار عشان يميز بينه وبين باب الوصية وباب الطلاق، فهمت إزاي؟ وباب الهبة، في أبواب كده تلاقي المرض المخوف ما نعملش، يبقى كأنه إيه يعني عشان يخرج لك بعض الأبواب. وقوله سواء أي في الحكم بصحته والعمل به، ويستوي إقراره وإقرار وارثه بعده. افرض حد من الورثة قالوا احنا عارفين ان ابونا ده بينه وبين فلان ده معاملة، بس ايه ابونا مات ولم يوضحها، لكن احنا عارفين ده الراجل ده ليه عندنا 1000 جنيه على والده، يبقى ينفع إقرار الوارث يعني. فهمت ازاي؟ تمشي. فلو أقر في صحته أو مرضه بدين لإنسان، وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر، لم يقدم الأول على الثاني في الأصح، لأن الوارث خليفة المورث، فكأنه أقر بالدينين، ويصح إقراره في مرضه لوارثه على المذهب كالأجنبي، ولا عبرة باتهام بحرمان بعض الورث. طب افرض اقر لوارثه، هل ده يبقى تحايل على انه عايز يميز احد ورثته بشيء ازيد من ميراثه؟ عندنا في قولان للامام الشافعي، اما نقول على المذهب هو الراجح في الاقوال، اقوال الامام، يبقى في على المذهب، اما يقول لك على المذهب يبقى الراجح في الاقوال، كويس، في الطرق، الراجح في الطرق، طرق اللي هي ايه منسوبه للامام الشافعي. واما يقول لك على المذهب يبقى اللي عليه الفتوى كمان، وان كان في خلاف، لكن اللي عليه الفتوى واستقرت خلاص، كويس، كالاجنبي، ولا عبره باتهام بحرمان بعض الورثه، لانه انتهى الى حاله يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر، اللي هي لحظة يعني ايه طلوع الروح دي والغرغرة وقرب الموت وهو على فراش الموت، دي صعب يعني نتهمه بانه هو بقى عايز يعصى ربه يعني في اللحظة دي كمان، صعب يعني ما تتهموش بقى. وفي قول موافق لما عليه السادة المالكية انه لا يصح، في قول تاني بقى مقابل للمذهب، فهمت؟ يبقى المذهب هو الراجح في الطرق، المذهب هو الراجح في الطرق، الطرق اللي جت عن طريق الامام الشافعي، طرق ايه روايه المذهب. في قول بقى يعني طريق اخر يوافق راي المالكيه، انه الاجنبي والوارث سواء بسواء، منو ايه في اللحظه دي لا، او قال لك ان الوارث يصح اقراره للاجنبي ولا يصح اقراره للوارث، لان في احتمال انه يريد ان هو يميزه على سائر الورث، واضح؟ الموافق لما عليه السادة المالكية أنه لا يصح. شوف الشافعية مؤدبين إزاي، مش الشافعية بس، وتلاقي المالكية في كتابه يقول إيه خلافا لما عليه السادة الشافعي، تروح للأحناف يقول لك وخلافا لما يقول عليه السادة الأحناف، أو الأحناف نفسهم يقولوا لي خلافا لما يقول عليه السادة الحنابلة. شوف كلهم يحترموا بعض إزاي، مش بتوع اليومين دول النحس اللي قاعدين يعيبوا في الأئمة ويعيبوا فيه، ما يسافعش، الشغل النحس ده بينزع نور العلم. وفي قول موافق لما عليه السادة المالكية، تروح حط خط كده تحت السادة وتقول هذا من أدب الفقهاء في الاختلاف في المذاهب،
وهذا غير موجود في عصرنا عصر الفتن. لو انت هتحشي بقى، ما كل واحد عايز يعمل محشي، ما يجراش حاجه. انه لا يصح الاتهام بحرمان بعض الورثه والخلاف في صحه الاقرار. واما التحريم عند قصد حرمان الورثه فلا شك فيه. افرض هو يقصد فعلا يحرم بعض الورثه، يبقى حرام قطعا، ده بالاتفاق بقى، سواء ان الاقرار يصح او لا يصح، لو نيته يقصد يحرم حرام قطعا على اي مذهب. فهمت ازاي؟ ولا يحل للمقر له اخذه ان لم يكن صادقا في نفس الامر، ولا يحل كمان للوارث انه ياخد ما اقر له وهو عارف انه مش بتاعه كمان. شفت ازاي؟ ويصح اقراره بنحو طلاق وموجب عقوبة بلا خلاف، فلو قال قتلت فلانا صح جزما، وان افضى الى المال بالعفو عليه لضعف التهمة، وان افضى الى المال بالعفو عليه يعني قبلوا الدية يعني مقابل ان يقتلوه مكانه، ففي الاخر افضى الى دين مالي، بعد ما كان دين دم بقى دين مال. فهم؟ قوله حتى لو اقر شخص، حتى لو اقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمر، تفريع على التسوية المذكورة. وقوله لم يقدم الاقرار الاول اللي هو في حال الصحة على الاقرار الثاني اللي هو في حال المرض، بخلاف ما لو اقر لانسان بدين ولاخر بعين قدم صاحبها وان لم يوجد غيرها، لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين. يعني لما يقر أن فلان له علي ألف وفلان له علي هذه الشقة، يبقى أقر بدين وبعين. فهمت؟ ومات وما سابش ألف، ما سابش إلا الشقة، ندي صاحب العين الأول، مش نروح ناخد العين دي نبيعها ونقسمها بينهم، لا، ندي لصاحب العين الاول. واضح؟ ده مذهب الشافعية يعني رأيهم كده، لان الاقرار بالدين القاعدة عندنا ايه؟ ان الاقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين، هي دي القاعدة اللي نمشي عليها القاضي الشافعي، لان الاقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين. واضح؟ وعشان كده نقدم من العين اللي هي الشقة، وندي صاحب الشقة شقته، وما نديليش، وصاحب الدين نبقى نتصرف بقى، يا اما بقى يقوم به بعض الورثة يقسموا الدين بتاع ابوهم عليهم ويدفعوه براحتهم، يقوم به حاكم المسلمين، بيت مال المسلمين، احد اصدقاء المتوفى، اي حاجة بقى تحل المشكلة. التاني يتنازل يسقط جزء من دينه، اي حاجة بقى، المهم هي تتحل المشكلة. وقوله فيقسم، وحينئذ فيقسم المقر به بينهما بالسوية، أي إذا لم يفي ماله بالدينين المقر بهما في الحالين، وأما لو كان ماله يفي بهما فلا قسم، بل يأخذ كل منهما دينه كله من التركة. أما يقول لفلان علي ألف ولفلان علي 500، يبقى المجموع 1500، هو سايب 1500، خلاص ده هياخد 1000 وده 500 وما تركش حاجه للورثه، سهل. طب ما يقول لفلان عليا 1000 ولفلان عليا 500 ومش سايب الا 1000، نقوم ندي ابو 1750 وابو 500 ندي له 250 وخلاص، بنسبه ايه؟ ارث كل واحد. فهمت ازاي؟ نبقى واحد لثلاثه يعني، ال 500 واحد لاثنين، نقسمها واحد لاثنين، يبقى المجموع ثلاثة، اروح جايب الالف اروح اقسمها على ثلاثة، اروح اقسم الالف على ثلاثة واروح ضارب في اثنين ادي بتاع الالف واضرب في واحد ادي. فهمت ازاي؟ بنسبة قسمة كل واحد واحد، معاك الكالكوليتر تروح حاسبها بالكالكوليتر، كانوا زمان بمخهم بيحسبوها على طول. وقوله فيقسم المقر بينه به بينهما بالسوية، أي إذا لم يفي ماله بالدينين المقر به في الحالين، وأما لو كان ماله يفي بهما فلا قسم، بل يأخذ كل منهما دينه
كله من التركة. ومحل قوله بالسوية إذا أقر لكل منهما بمثل ما أقر به للآخر، كان أقر لزيد بألف ولعمر بألف، يبقى هيقسم بقى الألف عليهم بالسوية لأن الاثنين زي بعض، ولم يوجد في التركة إلا ألف فيقسم بينهما بالسوية. أما لو أقر لزيد بألف ولعمر ولعمر بألفين ولم يوجد إلا ألف فيقسم بينهما أثلاثا. ولو قال بنسبة قدر الدينين بدل قوله بالسوية لشمل ذلك. يبقى دي ايه التعديل بتاع مين؟ بتاع الشيخ البيجوري في الاخر. بيقول لك لو كان قال الكلمة دي من الاول ما كانش احتاجنا نقعد نقول السطور دي كلها. واخد بالك ازاي؟ لو قال بنسبة قدر الدينين بدل قوله بالسوية لشمل ذلك. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على فصل في احكام العارية او العارية. تنفع العارية والعارية، وإن شاء الله دي يوم الاثنين القادم بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.